عقدت شيوخ عشائر الأنبار والوسط والجنوب مؤتمرا عشائريا جاء بعد التحركات الأمريكية والتهديدات بتقسيم العراق، حيث طالب الجميع بوحدة البلد ورفض التدخلات الأجنبية. جاءت أبناء العشائر العراقية من الجنوب والوسط والفرات الأوسط إلى المدينة الحبيبة الأنبار لغرض توحيد الصفوف الوطنية، لغرض خروج الاحتلال، لغرض عدم مطالبة عدم الموافقة على الأقاليم، وإرسال رسالة إلى هذه المدينة بأننا أبناء بلد واحد وأبناء عشيرة واحدة، وكل العراق هو عشيرة واحدة، سواء كان في البصرة أو في الأنبار أو في الفاو. الهدف من الزيارة هي تجسيد وتحقيق وحدة العراق وعدم تجزئة العراق، وعدم لا ندعو للأقاليم نهائيا، إخراج المحتل من العراق من كل شبر من العراق. ومن خلال هذا الاجتماع أكد الحاضرون على ربط أواصر المحبة وعدم الانجرار وراء المخططات الخارجية التي تسعى إلى تمزيق اللحمة الوطنية وتقسيم البلاد. وحدة العراق خط أحمر لا نسمح للمتربصين للنيل من العراق بمختلف ألوانه وأطيافه. طبعا زيارة عشائر الجنوب إلى محافظة الأنبار بهذا الكم الهائل من الواجهات العشائرية مع الواجهات في محافظة الأنبار هي إرسال رسائل طمأنينة إلى أهلنا في الجنوب بأن عشائر الأنبار بمختلف ألوانها وأطيافها هي مع وحدة العراق وهي تقف مع عشائر الجنوب. هذا المطر الغاية من عندك كي نظهر للعالم، لأنه العالم يريد يظهر الحب العراق للعراقيين في داخل صدورهم، ولكن يثبت العالم أنه نرفض التجزئة ونرفض التقسيم، والعراق لا يقبل قسمة على اثنين على الإطلاق، أبدا ما يقبل من زاغوا عد الفاو. ويبقى الدور العشائري بما يسهم في توجيه أبناء العراق من أجل حفظ الأمن وخلق حالة من التعاون المتبادل بينهم وبين الدولة ومؤسساتها باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمع العراقي الأصيل. من الأنبار معاذ الفهد، قناة التغيير.